سارة فارس، عمري 26 سنة، وصفت ملكة جمال عرب 2016 في المغرب، صحفية وممثلة مسرحية وتلفازية. قبل ملكة جمال عرب كنت شاركت في ملكة جمال المغرب 2015 وبقيت حتى النهائيات، ومباشرة من بعد مسابقة ملكة جمال المغرب تلقيت دعوة باش أنني ندوز كاستينج ديال ملكة جمال العرب، والحمد لله ربي سخر الأمور وبقيت حتى النهائيات وحصلت على لقب وصفة. والتجربة بجوجهم في حد ذاتهم كان أعطوا إضافة كبيرة لحياة سارة فارس سواء الشخصية أو المهنية. لا انا التمثيل بديته في عمر 14 سنه من المسرح المدرسي، ومن بعدها بسنه مباشره وانا باقي صغيره تلقيت دعوه من احد الفرق المحليه للمسرح الهواة وشاركت معهم وحصلت على العديد من الجوائز كجائزه احسن ممثله في العديد من المهرجانات الوطنيه والدوليه. غير هو فاش دخلت من بعد فاش خديت مونباك في 2012 ودخلت كازا وقريت في المعهد العالي للصحافه والاعلام، هنا بديت كندير معارف وبديت كندير صداقات في المجال فني أكثر. فجتني فرصة أنني نمثل في التلفازة وكانت أول تجربة في المقاصر بشراكة مع محمد خيي وعمر لطفي، ومن بعدها درت مسلسل حبير الريح، كانت تجربة صغيرة ولكن في حد ذاتها زادتني كثير وفادتني كثير في كل ما هو فني. اشتغلت مع الفنان الكوميدي عبد الفتاح جوادي في سلسلة الخياطي اللي لقات نجاح كبير من طرف الجمهور المغربي. من بعدها درت مسلسل دار الغزلان، وبالنسبة لي هذه هي التجربة التلفزية الحقيقية اللي استفدت فيها أكثر لأنه كان عندي دور طويل أكثر. لقب ملكة جمال ما بقاش كيعنيني لأنه ما بقاش عنده هذيك القيمة الحقيقية ديالو، بكثر ما أن من هب ودب تيجي يقول لك أنا قمت بإنشاء واحد المسابقة ديال ملكة جمال، وهي ما عندهاش مبادئ وما عندهاش يعني نتائج وما عندهاش مصداقية أون فات اللي نقدروا نقولوا، ما كاينش مصداقية في هذه المسابقات اللي ولات حاليا. فاطمة الزهراء الحور، فاتي جمالي، ونقدر نزيد عليهم شيماء بوشان، وكنتمنى لهم التوفيق كاملين بإذن الله. أبدا عمرها جات الفكرة في بالي، وجو ربي عطاني حقي من الزين، يعني ماشي زوينة ولكن ربي عطاني حقي من الزين، فعلاش نشوهو ولا نبقى نجدد فيه؟ يعني الأشياء كنديرو ميكاب وكنبانو مقبولين، علاش غادي نبقاو نزيدو على راسنا؟ شبهوني بفنانة عراقية نسيت على الاسم ديالها، نسي عجرام، بواحد الممثلة تركية، وما عرفتش ربما كنت شابه معهم، انا تنشوف راسي سارة فارس. بغيت انني نشارك مع اولاد مدينتي لانهم اولاد مدينتي، ف يشرفني أن يكون عندي بصمة معهم في أحد أعمالهم الفنية. وكيف ما كنعرفوا مجموعة عبيدة الطرمة محبوبة سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب، فسامو في بليزير ندير معهم العمل ولقى نجاح الحمد لله، وصل وربما فاق مليون مشاهدة على قناة اليوتيوب. وفاش كنكون في خريبكة سيغتو في خريبكة حيت في خريبكة كيعرفوني الناس كثر، حيت هي بحكم صغيرة وبديت فيها المسرح وأنا صغيرة، تبدا ديزا تيقولي واش بصح تخافي نسرق الزيت؟ ورا بصح تنخاف منه. يا اما كيحطوا دي فوتو هما عريانين، يا في شي لقطه ما كتليقش اولا بالجمهور المغربي، ما كتليقش بهم هما شخصيا، لان هذا الشيء من بعد يقدر الان يدير لهم شهره وكنس من بعد غادي يوسخ لهم السمعه ديالهم. فالانسان عمره يفكر في هذيك اللحظه ديال الوجيزه، لانه لو كنا بغينا نتشهروا غنيه كون ما عرف شنو درنا، ولكن الشهرة المزيفة ما عندها حتى شي قيمة، وقتها محدود. كنت منا أنا البنات يوصلوا لهذا المستوى اللي وصلت له أنا من فكرة، فإذا كانت الشهرة غادي تجي بطريقة سلبية وتقيس الكرامة ديالنا ما عندنا ما نديرو بها، أما إذا كانت تجي بطريقة محترمة وتشرفنا أكيد وتخلي صورتنا جميلة عند الجمهور المغربي أكيد مرحبا بها. جمال
جمهور 360 كما يكون مرسي بوكو وشكرا لكل اللي كيدعم سارة فارس واللي تيبغيوني، ونتمنى دائما انني نكون عند حسن ظنكم.